السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل لا نبدأ لا ينسون ايش يا شباب؟ اشترك نعم، واللايك مهم جدا يا جماعة الخير. إذا عجبتكم الفكرة، الفكرة هذه 100,000 لايك بإذن الله، بإذن الله 100,000 زحف. الفكرة هذه بسيطة، الفكرة هذه صورتها قبل سنة ونص ممكن. ايه ثلاثة ضد ثلاثة، اثنين يكذبون، لا واحد يكذب، واحد يكذب اثنين يقول سالفة صدق، وحنا بنطلع مين اللي يكذب بينكم. تمام، وحنا كذلك. تمام جاهزين؟ لا من لا يبدأ؟ بس يا أخي حجرة ورق مقص نبدأ. ايه على طول على طول بدينا ايه. خلاص على طول يلا. الفوز من كم يا عيال؟ حط أربعة ثلاثة. تعرفون يخوفني؟ انت عرف سؤال خوفني واحد منو؟ يا رجل دربحة. يلا نبدأ من عند ليلي ولا دربحة؟ من عند دربحة. طيب اسمعوا السالفة. ايوه على طول جاهز. ايوه فيها رشاشة ولا بدون؟ يلا الان هل سالفة الرشاش صدق ولا كذب؟ لا لا صدق 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 رجال الشباب صدق. اي واحد يكذب. طيب اسمعوا السالفة اللي اقوم من امي طلعت برشاش. اوه في ادوار كذب من الحين. مدري كان معايا سيكل حلو، كانوا عندي جيران قدام الباب حق الجيران في نزلة ماشي بسيكل رامبو. حلو مرة متحمس. رامبو فجأة وأنا أمشي الدركسون لف كذا، لف صار سيد الدركسون. أيوة حلو. دخل بسرك؟ دخل في صدري. أوه دخل في صدري. طعن. أيوة طلعت كذا دائرة حمراء هنا صدري. اوه انا شوف انا شوف يا حلو. تدري هذه وشو؟ نفس اللي حلبه باب الدكايلو. وتاثرت بعدها قعد تقريبا اسبوع اسبوعين النفس عندي ضيقه والحمد لله تشافيت. الحمد لله على السلامه. السلام ابو هدن. سالفه يا طول عمر السلامه. تعرفني انا مسوي فيها المعضل داخل النادي واشغلتكم فيه. في واحده من المرات زين كنت ابغى اشيل وزن ثقيل. الفكره هي انك تشيل من الارض وترفع. يا سلام. انا عشان الوزن ثقيل رجلي كذا. هو منطق عشان الوزن ثقيل والله منطق. صادق صادق اسلم. فيت برجلي اليسرى كذا طلع لي. ف لا اصبر لي والله اسلم. كسر سالفتي. لا 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 لفيت برجلي والكاحل هذا يقول سالم وانا هذا بودن خلاص قبل اسلم. لا 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 بعطيك كف انا ليدر اكبركم. اسلم لفيت برجي كذا والعرق اللي ورا انقطع شويه من جلدي. عرفتوا هذه؟ فهذا اللي سبب لي ذا الاصابه. لازم اقدر البس جزم. حلو حلو حلو. في معاه دليل حتى. ايه معاه دليل. ايه اسلم ودن معلش اسمك يا ليش خذ السالفه هذه. حلو ذاك اليوم كنت صغير 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 بالعمري طيشاني. حلو. كنت في بيت خوالي وفيه ولد خالي الكبير مع سيكل باكستانية سيب. ايه طويل. ايه فهو كان يمشي، تعرف انت السيكل الباكستاني مو على طول يسري يعني يتمشى فيه حبة حبة. صاد. فكان لما يمشي نركض حنا وراه. تمام. في مرة من المرات صدرت واحدة في الرد وهو يمشي، تعرف انت السيكل الباكستاني فيه وشو رفرف حديد وتحته الكفر على طول في مساحة تعلق بسروالك. يا ليت انا ملقوف وهو يركض يمشي بالسيكل. جيت سويت دخلت يدي بين الرفرف والكفر. اه وش سوى؟ قال زي ما انت شايف هذه هي الاصابه. ما في شيء. لا والله في في اصابه في اصابه هنا هذه من يوم من صغير. بسم الله عليك. فانزل جلدي وانزل. بسم الله عليك. يا في يا اخي ما ادري. شوف اودن ترى سالفته صدقي يا ممكن بس افلم فيها ممكن ايه. هذا من فيلم من اول عادي سيف خلينا سيف. لا هذا عادي هذا اتوقع انه صدق لان الناس قد صائت تصير كثير واحنا صغار. صح للي اتوقع انه يكذب للي صادق احس ايه قاعد يفكر قال ايوه احس فكر قبل يقول السالفه. اتوقع انه بيخمن عشان احس لا انا احس عندي احساس انه للي هو اللي كذب. ليش؟ لانه قال في البدايه اسمع أيوة لا مدري كذا انا اعرفه. طيب اسمع انا اعرفه زين. مين اللي ماسك الجوال حقهم؟ اودن. فقال انا اللي بكذب وكذا بالكذبه هذه مع الدليل
عشان يسوق عليه. ما في شيء كذاب. أيوه أنا لو في شيء بيجي. اللي هو في شيء. بس إنه مو من الإصابة دي. قال لي أنا عندي إصابة ما أقدر ألبس جزام. أي. فللي صادق ودربح صادق أودن كذاب أنا أقول. أنا أحس لل. لا أقول لك قال السالفة أبو أودن قايلها لا. قال لي إن عنده إصابة ما أقدر ألبس جزام. بس أيوة وأنا أدري إن عنده إصابة بس إنه مو كذا. طيب. ما انقطع عرق وش انقطع عرق استهبل انقطع عرق تلقى رجله بكيس ما اخذها جايين صور مقنع لا 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 انا اقول اودن كذاب وانت انا وشاك من للي واودن بس بقول اودن انا احس للي بس خلص معاكم يلا اودن كذاب قل له صح يس يس جديده جديده ايش اللي انقطع ما ادري العرق طلع من كيس بس عمره صار ما هو خبر جبنا واحد عشان شاكم سلفتي ها ما بسم الله عليك اي بسم الله عليك والله انت يا والله ما تشوف شغله طيب والله بسم الله عليك نمسك جوالك لا عندي عندي جوال عندي جوال احب الكلام طيب خلاص ورنا عنده وكلنا نشوف اوكي ممكن خلاص ايش اتحدى شوف شوف مبدئيا بندر اعطهم السالفه طيب شباب سالفتي يوم كنت صغير 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 صدق على يوم وقت الاجتماعات خلاص على كل مقطع تسوي حركه ما تضحك ما ما يضحك بس صدق انا ابغى اعصك انا ابغى اعصك بس كذا طيب شباب الصدق كانت عندي سالفه كنت صغير كان عمري 10 سنين كذا كانوا الاول العيال يجتمعون عندنا بالشقه ابو الشقه لا بالبيت بالبيت كنا نلعب كوره وكذا ونضحك وننبسط وقتها عيال كان في بقاله قدام بيتنا ايوه كنت اروح اخذ كندر ما حاسب يمكن استمرت ثلاث ايام اربع ايام كذا حرفيا واضح اخذ كندر وانحاش بدون قصد والله العظيم انه بدون قصد لا مو انحاش وش اللي ما اشوف وش وقل قل ما ادري حسيت اللي قلت تنحاش بجسمك ذا ايوه ما كان يدري علي ما كان يقول لي شيء اصلا بيرد علي حرفيا 10 سنين صغير ما كان يقول لي شيء كنت اخذ يمكن ثلاثه كندر على ثلاث ايام بدون ما يحاسبني ولا يقول لي اي شيء بعدين على اخر يوم كذا قال لي لا حبيبي تعال زودتني هذا قصد بندر طيب بندر كل قصصك في اليوتيوب السالفه متابعينها كلنا تدري ايش القهر فوز يقول السالفه ابغى اركز ما قدرت اركز ابغى اذب وخرب علي فما ادري ايش قال ابغى ابو عسكر قايل لك ابو عسكر والله انا ما اذكر ايش سالفه ابو فوز ابو فوز اسلم السالفه وانا صغير وانا صغير كان تكي في الحوش كان يوم مطر جزاني يقول حوش كذاب جزاء فيها مطر لو فيها حوش اي والله فيها مطر يا انبع والله لين ايه صادق كان يوم مطر انا جيت جيزان والله كان مطر بندر كان يوم ممطر انا واخوي عبد الله الله يرحمه الله يرحمه قال لي عبد الله وكان عندنا طلاطيع تمام جاء قال لي ايش رايك تعرف الصاروخ اللي تشغله شنطه ايه جينا اخذنا اللي حق المويه عشان حق الحوش وذا فاهمني جاء قال لي ايش رايك احط الصاروخ في البدايه وانت تروح تحطه بعينك شوف عشان كذا عاجبك صار كذا قاعد عاجبك شوف هو يوصل ولا ما يوصل طيب قلت له خلاص تم بس انا ايش احطه ولا كذا قال لي لا روح انت قلت له تم فانا جيت نهايه اللي ماسك اقول له يلا ها يلا ويجي يشيل الصاروخ في بداية الليل ويحطه وانت ماسك يشغله وانا انتظر كان فجأة اوه شوف صاروخ لا لا صادق يحب الصواريخ لا لا صادق صادق قصة ثانية قل له رمح صدق على طول وين العمر طيب انا سالفتي انا ما اقول لكم يوم اني صغير قبل يومين رحت المسجد المؤذن مو موجود اذنت انا حلو قصيره السالفه جاء الامام جو الجماعه اقمت الصلاه ما صلى فيهم الامام قدمني وصليت فيهم صلاه العشاء متى قبل يومين ثلاث ايام طيب. شوف شوف مبدئيا خلص لا مبدئيا صادق شوف فواز حقت الكندر ما كندر ما ادري صراحه احس انها يعني عاديه اي فواز تبغانا بتحليل علمي اي اي تبغانا بالمره علم. نعم تجي نعم صادق وبندر كاذب كاذب وين لو انفقع الصاروخ بعينه انفقعت عينه ما طار حاجب الحاله بس كاذب كاذب
رايد صادق. رايد صادق قل لي رايد صادق. شيء طبيعي انه يقدمه امام. يوم يوم. شاف فيه ملامح الخير والتقوى. الله يجزاك خير. وقدمه. نسأل الله الاخلاص يا رب. يلا. سمعوني انت خذوها من فكره سيكولوجيه. زين؟ بدا الحنكه. بندر اعطاك تفاصيل وعطاك اسم اخوه الله يغفر له ويرحمه. مستحيل انه يجيب طاري اخوه متوفي في سالفه وفي مقطع وهيكن. صح ولا لا؟ سيكولوجيا. فواز معليش اتوقع لو واحد يسرق مني زي فواز بخليه عادي بس حي. دور شيء واضح. احسن رايد. وجسم عثمان هو الاغمى. بس انه رايد دربح. انا بثق فيك دربح. انت دربح عندك شيء علمي. هذا سيكولوجي. انا ما عندي شيء. انت شو عندك يا عيال؟ صاروخ فقع عينه وباقي متكي معنا من جد. على الاقل على الاقل يعني عينه ما في شيء. ما في لا بس ترى سرعه رده فعل الانسان يمديه يغمضها قبل. بس ممكن كذاب. ممكن الصاروخ السلفة صدق لك الصاروخ ما وصل. معقول الصاروخ بيوصل لي كامل؟ الصاروخ ترى شين طع انفجع ما يدوصل. ما هو شين الصاروخ قال طع وصل عينك. لا انت طيب هو وصل في العين. هو قال انه وصل. طيب شوف 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 انا اقول بندر كذاب وانا اقول رايد. صوتوا اتفقوا على صوت وانت عيال. انت الفاصل. انت الفاصل لازم تتفقون. انت الفاصل اخي. يدخل سالفه اخوه الله يغفر له يرحمه وما ادري ايش. حستو ماتش معليش اخي. اذكر محاسن موتاكم. وش دخل غلط. لا فواز سالفته خرا يعني. شوفوا يا بندر يا فواز رايد 100% صح. عادي خليك تصلي بهم عادي. ايش فيك فيك انت بندر حجد بندر. اي بندر كذا فواز. خلاص ثبتوا على فواز. لا لا بندر ايه الجواب عطهم. لا 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 يوم اقمت الصلاه قال لي صل فيهم. ابشر والله وصليت فيهم. اكذب عليك ما صار. ابشر والله بس ما صارت كامله يعني. ما صارت كامله يعني. ما صار لا 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 يعني ما صار تسيس انا ما صار. والله منصلي والله سيكولوجيه. والله سيكولوجيه منطقي يعني صدق. كيف يخلي رايد يصلي فيهم؟ كم الحين واحد يا وجه. لا وش دخل وانت مين؟ انا اشوفهم. انا والله كيف صلي زين اعطيهم الغريب اصلي امام يعني. المعرق بعود ما جلسة جلسة الفرجال. والله سيكولوجي. تعرف 2-0 ها؟ ليه 0؟ لا 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 1-0 واحد. لا بس صدناهم اللي قبل. تحسب لنا نقطة. لو صدناهم ناخذ نقطة. أجل الفوز من 6 من 5 الفوز من 5 من 5 الفوز. نقطتين 2-1 2-0 والله ما جابوا شيء. جبنا العيد والخير. اي والله اي والله 2-0 2-0 يلا. طيب من يبدأ؟ ابدأ من عندك نفسه. ممتاز. دخلت حلقة تحفيظ قرآن. حلو. وحفظت جزء عمّا وعندي شهادة حفظ جزء عمّا. حلو. هذه بس؟ إيه هذه. هي بيض الله وجهه. ممتاز. زي سالفة الإمام. يا عيال أنت من قبل الدين. يلا ما أدري. طيب خذ السالفة. ذاك اليوم كنت جالس في أمان الله توني شاري سيارتي الجديدة. زين؟ إيش السالفة؟ كنا مستأجرين موتر. رحنا أنا وأخوي المعارض اتفقنا مع الرجال وشرينا السيارة. احنا راجعين للمعارض. زين؟ وقفت عند محل التأجير. أخوي راح يسلم السيارة. كان واحد طق الدريشة. قال السلام عليكم. وعليكم السلام. قال أخوي هذه سيارتي. كذا بكل بجاحة. أوف. كذا بكل بجاحة قال هذه سيارتي. أناظر شوي. بارد وجهه. أيوة. شوي كذا يوم شافني أنا صلبت حرفيا. يوم كذا ضحك في وجهي قال لا أنا قصدي إني ودي أشتري السيارة. أنت بتبيعها؟ كذا عرفتي قلت له لا لا مو للبيع. زين؟ طيب. شوي. وين واصل أنت؟ إيه خوي وصلت بالسالفة. أسلم. ما يكمل. لا بالله كمل. كمل كمل يا شيخ. شوي حرفيا قال كذا لا بشتري سيارة. قلت له السيارة مو بالبيع. كذا ناظرني ومشى. كذا بدون أي رياكشن. كذا كذا عرفت برد وجه. مشى. والله قيادة بدا يا أخي. والله ما يستاهل. شوني. يا ما أدري وش يصير لما يكتب مرتين أو بعض. ما عجبك جاي سالفة الإمام قبل شوي بتستقعد يا رجل. طيب. اسمع. أنا وأنا صغير مرة واحدة بحياتي رحت الطائف. حلو. عندي صورة أركبها بعدين. مرة واحدة وانا في الطائف وانا كنت مرة صغير. فكنا رايحين في مكان فيه زحليق. كان ترقى درج ما ادري وش في الطائف هناك موجود جبل فيه زحليق. المهم انا كنت صغير وللاسف مرياشة.
ايش؟ مرياش يعني يطير يحمسونك يعني قالوا ريسونك ريسونك حلو حلو وش قالوا لي؟ زعلق على بطنك. الزعلقات اصلا هناك وشو؟ يحطون بعض الاحيان فوطه تحتهم على اساس ما يدق ويدقر. فانا وش سويت؟ على بطني. تزحلقت؟ واتزحلق واتزحلق واتزحلق. يوم وصلت في الاخير طول السالفه لا 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 ثلاث مرات لانها طويله ذكرها طويله مره انقطع الفيسبوك على بطني. ف يوم خلصت اكتشفت ان الزعلقه نفسها ازلغتني. هذا ما على دله عندك دليل ما شاء الله عليه. ازلغتني من هنا. اوكي ازلغتني مع ركبتي. زلغه مصيبه. خلصتوا؟ ما جزتنا سواليفكم. لا 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 مو على ما جزتنا عيال. احنا يا اخي انا دخت ابو ودي الكذاب احس بيكذب مرتين. لا لا بس يعني هو كذب المره الاولى احسه ما راح يكذب. لا ممكن يسوي عرفها سيكولوجيا. افكار السيكولوجيه حقته ولا جسم للي هي بين للي وهذا هنا جزء عمى ابو شاد. اي هذا احسه عادي يعني صدق لانه احنا صغار. يا عيال احس انه يكذب. دقيقه شلون انا حفظت؟ شكرا خلصت صوره بان. لا ترى دربه حمى اتوقع. يعطون يعطون انه شكرا لك شهاده الجسم عادي شكلهم قد حفظ. هو رجل دين يعني في خير في خير ان شاء الله. طيب, طيب مين احسني والله ضعت انا صدق ضعت بين ابو دن وللي الدليل المفقود حق الكذاب. احس انه كذاب يعني ممكن على بطني. ممكن السالفه صدق بس مو في الطاري. بس انا كذاب. ما تقدرون تحطون كذا الغام يقدر عادي. لا لا يا السالفه كلها صدق يا السالفه كلها كذب. هذا نظامي انا ما ادري عنكم. اختار انت شو تقول؟ انا سيكولوجيه ما بجايز لي قام متفلسف. صح؟ اي وانا احس انه سوا وقف نص السالفه وقف قام ما مكمل. اي قام ما مكمل يعني جاي جاب العيد. بس ممكن ترى يبغى يحطنا في الكمين ذا. انا احس للي يا اخي انا مثلا ان دربحه لو راح يكذب راح يعطيك سالفه. صادق 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 سالفه طويله. للي انا اثبت انا اقول مثبت على للي. للي علمهم صح غلط غلط يا صاحي. امين للي. ايوه 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 ايوه. طيب السالفه في الطائف ولا كلها كذا؟ لا وجدت هذه اللي صابه. كنت قاعد امشي كان نلعب كوره ذا وتعكرفت ترى جاي تشوف ترى جاي تشوف. ما يقدر ما يقدر ما يقدر شوف شفت ملاقيف ذا بلاك بيري. فواز تفضل. طيب شباب برضه يمكن تصير. اكيد اكيد. كنت ما ابغى اروح المدرسه. وش سويت؟ جيت بسكينه جرحت نفسي. وانا بصمه موجوده بس ما ادري عاد الحين موجوده ولا لا. ساك الله يقرفك. لا اختفت تصدق اختفت. فصدق والله صدق جرحت نفسي و ايه جرحت نفسي وخلت الوالده شافت الجرح وكذا قالت لا لا تروح لا تروح ما ادري وشو. ما رحت المدرسه. انت جرحت نفسك؟ اي جرحت نفسك. طيب حبيبي مالك شغل خلنا نسمع السالفه. اي صح بس انا يعني بسمع بندر. طيب السالفه قريبه مره. انتم شفتوا ما الفلوقه حق في امريكا ولا لا؟ انا شايف. طيب الفلوقه الاول في امريكا انا كان في محل ام ان ام حق الحلويات. تمام تابع كل السنابات وكل الفيديوهات. اي تمام. انا كان هناك وكان اخترت حلويات معينه الوان في الاسود والوردي والبنفسجي. فلما اكلت السودا تحمست وقلت كلمه الانوار كل اللي في المحل لفوا علي لفوا علي. وفي واحد كان اسود سويت كات يعني للقطه ولا تكلمت عنها جاني وسوالي مشاكل وكان راح نتضارب يعني. من دون قصد يعني قلتها. اي انا قلتها طقطقه فاهم. بس انا نسيت اني في امريكا وهذه الكلمه يعني عندهم ممنوعه مره يعني تقولها وذا فاهم. فجاني هذا وسوالي مشكله وكان راح نتضارب وفي النهايه المحل طلعني. طيب ممكن اتكلم سيكولوجيا؟ لا 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 باقي انا. طيب تسمع سالفتي يا سيكولوجيا لا اعطيك كف. سالفتي انا يوم كنت صغير بابتدائي. كلكم انتم صغار يعني. كنت مشاغب انا قبل 1000 سنه. ايوه قل ما شاء الله قل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شكلك بيج ماما. الزبده يوم كنت صغير كنت مره مشاغب مره بارد وجه. شطوا على الطلاب زي كذا يعني للحين لا عاقل والله انا حتى الان. يا بندر عاقل 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 ولدنا. وش سوى الاستاذ؟ مسك زلفي ورفعها مره اقسم بالله انه قطع شعر بيده والله استغفر الله العظيم.
يعطيك العافية. واضح يا اخوان. السالفة طويلة بس انا حلف. لا يلا يلا خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فواز وهو يتكلم وش قال؟ وانا اجر على نفسي ما ادري شو يقول. قال والله العظيم والله العظيم. ايه حلف ان جرح رجله. حبيت سيكولوجي. فاذا هو كذب معناته يا ولد من الله من ثلاث ايام. انت حلفت. بندرت وش قال؟ حقت السالفة دي المشكلة اني انا متابعها في اليوتيوب وفي السناب. وقال لي قالها. قال الكلمة وكمل كلامه ما كان فيه كت. فما في احد تدخل عليه وتلفته يعني كذا. انا قال هذا مقال. طيب اسمع. قلت له غلط. طيب اسمع انا اقول لك بحاجه. لا خلاص 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 خلوه اسحب عليه. لا تبرر. لا لا بس في حاجه يعني ملاحظه. لا تبرر. ورايد بقعها حلف واستغفر. دقيقه دقيقه تبغونها الساكت سم الناكت. من هو فواز صح؟ لا بدر. لا كان يبغى يبرر بس. اي بس دقيقه. هذا كان يبغى يبرر. هذا حلف. والله والله جرحت والله نفسي. جرحت نفسي قالها. والله جرحت نفسي. يعني اذا كاذب عشان نقطه يقول من الله. ولا تجعل الله عرضه لايمانك. اي اعوذ بالله. كبر الموضوع. يمكن متعود ويحلف. لا لا في حلف يعني. برضو في شيء ثاني. فواز هو قاعد يقول سالفه مو بفواز. اسمعني احس انه كذا قاعد يكذب. انكتب حتى ويقول سالفه. يحتاج تدخل سيكولوجي والله. قل يحتاج. قل فواز حلف. إيه؟ وصدقني لو انه حلف هو كذاب ما راح يطلعها في المقطع. إيه؟ لانه بيطلع بشكل شين يحلف كذب. رائد يا ولد. لا تكبرون الموضوع. لا لا مستحيل. رائد اللي سواه قبل شوي مسرحيه محبوكه ملكعه والله اني اعرفه. الكعز 31 يمس عارف كل ملكعه الدنيا. اي صح. انا وانا صغر منه قد مسكني مع زلفي الدكتور. قال لي يحيى تلني مع دقني. اتفق معك. مين الكذاب اخلصه؟ هو البندريتا. وهذا انت تقيم معه؟ ايه خلاص. لا انت انتوا اثنين بندريتا. لا انا مبدل. انا كان اقول بندريتا بس فواز روعني. حتى انا تبغى الحمام؟ حمام وش مسرحي. اسمعني يا حبيبي. ايش بك مقلب وجهك؟ مسرحيه قاعد يسوق عليك صادق. انا احط صوتي مع صوت ذا لو يقول الجدار يا حبيبي قلبك. ما ادري وش فيك. انا شاكر بندر. انا في البدايه شاكر بندر ما ابي احول بعدين اندب. بندر كلنا بندر خلاص. ايه اكيد. ايه السلام عليكم ورب الكعبه لو تحلف بالنار. لا والله العظيم. ايه لا لا صح عليكم بندر. سيكولوجيا ده سيكولوجيا. منك انت منك انا حلفت وضربت بريك. انت حلفت كملت. لا 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 بعيد من عيد والله. تدري يا بندر كل بيتنا تبعك. شايف مقطعك ذا 10 مرات تلعب علي. ما في كت. لا بس انا في ما يوتيوبر. لا في كت وفي كتابه كتبت انه كلهم نظروني ومدري ايش بس ثانيتين وراح. ثلاثة واحد واحد عندكم الان. طيب حلو. طيب من عندك العادة؟ هيا اسمعوا السالفة. حلو. سالفة دبابة. كذب كذب كذب. سالفة دبابة كبيرة. مرة رحت البحر الشقيق. حلو؟ تعرف بحر الشقيق بالضبط؟ لا موجود ذا. ما تعرف؟ هذا وين الشقيق؟ في الجنوب عندنا الشقيق والحريضة. اوكي. ايوه رحت الشقيق. اتمشى على الشاطئ. الا حمام البحر يمشي بين رجولي. عرفتوا حمام البحر اللي ذيله طويل؟ اوه ايه سريع. حمام؟ حمام البحر. اللي يدينا مع جسمه ما بعض كذا دب 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 فضل قلبه ابيض كذا دب دب دب. ايوه انا تخيل انا كنت امشي شفت حاجه سوداء احسبها صخره اجي اقول لهم بين رجولي حمام البحر. تخيلوا تدروا انه ذيله لو قرصني عد من تحت رجولي لو قرصني يمكن اموت سم سم الناكت. ومن بعدها الى يومك جاني فوبيا السباحه في البحر الى يومك. اوكي الى يومك الى اللحظه هذه الان الى الان مستحيل. نعم تفضل عدن. طيب اخي انا محتار بين سالفتين. ملاحظات ملاحظات وايد. يحسبنا بلكه. كان بيطيح يحسبنا بلكه. بلكه وصل جت فوبيا ما ادري ايش. حلو راح دورك. تفضل خذ السالفه. حلو زين اخي انا محتار بين سالفتين. ورب الكعبه كلها كذب. يدور سالفه تفضحني يا بندر. يلا ها اخرج. اضغط يقع صوت كله زي علتش ذكي. طيب اسمع السالفه.
انا يوم كنت صغير زين كنت مدمن كره قدم زين حرفيا ما كان في اي شيء صدق. طيب جسمك كان كذا ولا لا 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 انت ما شفتني بدايه اليوتيوب جد عظم والله والله جد عظم بدايه اليوتيوب ما سمع اليوتيوب اسمع بس انا كنت حيف مره وكانت عندنا مشكله مشكلتنا نمزع واجد فدائما نسطح الكور فكانت عندنا فقر كور مرعب فكنا صعبا ندبر 10 ريال 15 ريال نشتري كور فش ذاك اليوم جتنا خطه يعني الله يتوب عننا في واحد مسوي اللي هو حلقه تحفيظ يقول لك اذا حفظت جزء لك 50 ريال حلو ايوه فكنا شو نسوي متفقين مع العيال ان واحد مننا يشارك ويجي على اساس انه حافظ وحنا من بعيد نحاول نغششه عشان يسمع وياخذ 50 ريال ونروح نشتري كور دقيقه حلو يسمع من بعيد ايوه وش الرؤيه اللي عنده انما ما يجي هذا انا ما ممتاز ممتاز خلاص عندي عليه ملاحظات عندي عليه ملاحظات بس خلاص اي هذه وانت ابو سعد السالفه الصدقيه تفضل شوف هنا كذاب بالله اكذب بالله هنا مصيبه كلهم كذابين غلط هاي بالله تصدق حمار البحر قويه طيب انا مسوي عمليه تفضل تشوف صبر عمليه استئصال غدد رقيق متاكد هم شالوا رقبة مع الغدة هم شالوا رقبة مع الغدة ترى كانت أكبر ترى كانت أكبر من كذا بس مع استئصال معنا طيب ذاك اليوم وصلت المستشفى سويت تحاليلي آخر حلاوة كل شيء جيت خذوني طبعا ضفوني ودفوني سرير ثاني لين غرفة العمليات طبعا وقتها أنا أقولك يا صادق أنا ما كنت خايف شيء أني خايف من العملية كان صفر متى خفت؟ يوم دخلت غرفة العمليات كيف الأنوار كلها كذا كاشعة بوجهي وفجأة كلهم يذكرون الله قاعدين يسبحون يذكرون الله ليه؟ بيجيك السالفة الحين داخل مسجد بيجيك السالفة طيب ضروري نقلوني للسرير حق العمليات يقولونهم لازم يطلع يشغلون قرآن يخوفوني أنا يا أخي نفسيا يخوفوني أنا ما عليك جاء وقت العملية طيب جاء وقت العملية جهدت أول شيء كذا عشان أضمن إن ذا ثم حطوا لي بخار قاعد انتظر انا متحط لك بخار ثاني للرقبه لا اعطوني نظارات عشان اشوف اسمع حطوا لي بخار انا قاعد اقول دكتور ما نمت قال عمك مش في ذا ما يتجاوب معي ماذا قعدت شوي ثم جاب تعشيقه وش دي يعشقها في البخار عشان شو اسمه التخديط لا والله ايش ايش والله لا والله تخديط اول ما بخها كذا اول ما بخ طلع كذا بالبخار اللي انا ابغى اتكلم خلاص طيب خلصت العمليه صحيت على طول كذا كانها ثواني كانها اي اي كذا تغمض فتح ايه. سبحان الله جاء الدكتور قال لي انت اول شيء احمد الله واول ما تجيك صحتك اسجد شكر قلت ليش يقول انت بوسط العمليه صحيت احنا قاعدين نشتغل هنا قاعدين نشتغل لا هنا لا اله الا الله انت صحيت علينا كذا قاعد تقول ادري قاعد تطلع اصوات غريبه تتكلم ثم رجعت مبطش يقول لدرجه انا قعدت قبل العمليه ايش كان اقول للدكتور اقول للدكتور دكتور اسمع تقدر تشيل شوي من ذي اقول له انا منتفخ كانت منتفخة مره قايم عليك ما يقول يقول حتى انت يوم كذا قمت كذا علينا ثم بش يوم قعدت في مكانك الدم كله منتشر طشيت بالدنيا كلها حتى انا يوم صحيت صدق والله من صحيت من العمليه الدم كله منتشر علينا وقال احمد ربك الحمد لله وخلصنا عمليتك واخر حلقه طيب سجدت حلو اول شيء السلام عليكم طيب بس بالله السلامه يا رايد اصبر حلف يا والله على والله الله يا عرفت اللي طقع باخر ركعه هذا صدق صدق انا عارف انه صادق من اول تفاصيل بس لا بس اسمع قبل ما يحلف قبل ما يحلف كان راح اقول له كذب اكذب اللعنه ايوه هنا ايوه هنا يا عيال لو كنت ضد زومبي او هو نايم قام مستحيل اسمع قمت اطلع صوت غريبه طعم الاحبال الصوتيه الخارقه حلف حلف احنا الحين نضمن هذا حلف انا شفت بعيني هنا اثنين حمام البحر انا كنت مزاور عندك يا رجال اذكر يوم يمر بين رجلينك اودن عيال كان خويه يسمع قران هناك ويسلم بعيد هذه 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 كذب تو ايوه والله لو معاه ايش لو معاه نظارتك شوف من بعيد
اي بس حق حمام البحر احس فانا اقول اودن كذاب ما راح يعطي دربحه لان حق دربحه عادي شويه دائما اي يعني ممكن تصدق الصدق يب. فانا اقول مره ايش اللي اسمع من بعيد اي والله واسمع لا ويقول لك ايش سمع وعطاه ذا وراح اشترى يعني خذ الخمسين يعني نجح وبعدين نجحت الخطه حافظ خويهم ديبان والله صمم جزء كامل يغش لا عشان كوره بعد 17 يوم والصدق الصدق اما ما راح يسوي الاشياء دي عشان ما كلون الجمهور عشان ما يكلون موضوع الحلف ونقدلف بالدي ما مستحيل يسوي فكذب ايه صح بودي كذب احنا نتفق انه اودي ثبت ثبت 100% كلمت ورب محمد منو حلف انا كذاب حلف انت السالفه كل اللي قلت لكم اياها صحيحه لكن لا والله اللي صحيت من العملية ولا اللي صحيت عليهم حلفت أنا يوم صحيت من النوم دم أنا حرفيا يوم صحيت لأنه الدكتور إيش تقول؟ تقول ما شاء الله رقبتك تخينة قلت إيش تخينة؟ تقول أول ما شقينا الجرح أقسم بالله مكان دم دم والله صادق صدقت بالدم ثلاثة اثنين ثلاثة لنا لهم اثنين أما ما عندي مشكلة أوكي بس شلون يغشي شلون يغشي من بعيد أول شيء أول شيء ما قلت لك من آخر الدنيا حرفيا مو من آخر الدنيا عادي أجي هو واقف جالس مثلا متكي على الكنبة هذه إحنا وراه مباشرة عادي وثاني شيء في مصاحف كبيرة حقت كيف أتوقع مع جوال هو مسوي كذا ويقرأ مستحيل حبيبي حتى لو اللي يسمع جالس على الكنبه اللي تكون في الصفوف الاولى والولد قدامه احنا ورا اللي قاعد يسمع احنا زابنين وراه طب المدرس شو مقفطكم ما يسمع اصوات ما يسمع يا اخي ممكن اسلك هنا خلاص مشي الدنيا مشي الليله مشي انا مشي ترى من تالي دخلت 30 صوت مش الطلاب ما ادري بس ثاني شيء طيب عندنا الحين صح يب عندنا يب اوكي تمام بسم الله تفضل فواز اهبدلهم قصتي شباب كلكم تعرفون انا ما اعرف مبدئيا انا ما اعرف وش هذه ما اعرف وش هذه هذا اللي هنا العظمه لا شوف مفصل شو مستفخ لا هو لازم تقول لهم مسابي صدقون ما يبي صدقون تقول راسهم بجدار تفضل اتوريهم ادله عموما القصه كالتالي السالفه هذه عشان كان عندي زياده في الوزن وكان عندي الوضع طبيعي امشي وكذا والامور زينه بعدين جاتني ضربه كذا من ذا فصرت اجلس كثير اجلس على البي سي وما البي سي فبعدها جت الدهون ضيعت فما مكان وجت هنا الضربه وش هي عاطفيه لا 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 عاديه ضربه كذا من الاكل كذا الاكل يعني فبعدها جاني اتفاق سويت لها استئصال وسحبتها متى قبل 3 سنين كذا تمام فشلتها ورجعت ثاني يعني تمام عقب ما سويت استئصال اول شيء فواز كذاب حبيبي فواز قبل 3 سنين نحيف لا تتكلم الحين لا تتكلم لو سمحت احترم بندر سالفة يا شباب وانا صغير تشوفون هذا الجرح اللي هنا هنا اتوقع هنا في جرح تحت جرح اي والله هذا انا كان قريب من حالي مبدئيا يا عيال ما تقطعون لا ممنوع تقطعون ما تقطعون اي ركز معي ايش اللي طيب المهم وانا صغير خالي بندر هذا قريب مني مره تمام كان يلعبني فتعرف اللي يشيلك يرفعك كذا فاهم يعني يشيلك يرفعك كذا فكان هو عنده حركه يرفعنا كذا كله وننبسط فيشيلني وتحمس الرجال ورفعني وفوق في مروحه شوط خلص السالفه بشط جرحت واغمى علي وصحيت في المستشفى قلت يعني ما انا مستوعب فاهم قول لهم ايش اللي صاير ايش اللي صاير قالوا لي انه خالك قشع بابه كل مره وانجرحت وكذا بس خلاص خيطوا له وهذا اللي سبب الحمد لله السلام طيب سلفتي لو سمحت يوم اني صغير وطالب مشاغب برضو افلمت سويت كذا جريه بالفصل ما ادري ايش سويت والله اني ما اذكر صراحه لكن جانا الاستاذ معصب وسوى فيني بعز الشتاء برد موت اخذ يدي طلعها بالشباك طلعها حلو ممكن دقيقتين كذا
بعدين دخل يدي حط قلم السبوره هنا وضغط على اصبعي يفر 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 وانا مدمع بكيت يفر يفر وانا ابكي قاعد يفر والله اذكر وجهه اذكر وجهه يفر يفر هذه وين دقيقة أنا طايح ما كنت جبها أنا طايح هذه حايل ولا الرياض يقرأ عم القرار كلهم كذابين يا أخي بسمعني حايل ولا الرياض بالرياض يا أخي كذابين هذا سالفته كذاب لو نروح شغالة شطبت وجب بتكسر الصين طيب لا 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 هذا وش الدكتور وش مدرس هذا اللي في مصر أنا نسيبي نفس سالفة بندر ضربت المروحة هنا وصار له نفس النظام خيطوها راح المستشفى خيطوها طيب يلا بندر معليش يا عيال سواطير فواز ترى مروحة خشب أيوه. فواز كان يكذب أيوه. كان فواز حقت الدهون اي فواز قبل 3 سنين نحيف بعدين يقول جتني ضربة فواز قريب قلت له وش نوع الضربة قال جتني ضربة وش الضربة وش الضربة ما ندري وش الضربة ضربة وش شمس ضربت ايش ما يجاوب المفروض تسأل بعدين خلاص وهذا مصيبة 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 عليك ايش المدرس هذا بيخليك تطلع يدك تخيلين تتحمش تتحمش تدخلها عليك جديدة لا لا هو وش قال قال حط القلم صح لا بس يقول خلي يدي برا في الدريش تخيل ابغى اعرف الدريش كيف رقاه كذا فوق الكرسي طلع يدك ثم ادخل منطقي مو منطقي ابدا مو منطقي فهواز واضح انه كذاب الورقه تجي تجي رايد بعدين تقول كذاب فواز فواز هو سالفة ما بين رايد وفواز أنا متحر والله يا عيال والله مسافة استقعاد بس ممكن المعلم قال له يوم حط القلم قال يلا بردها خله خله على الدريشة صحيح صادق أيه ممكن بس كذب فيها إيه لهذا وش الضربة وش بعدين أنت تقول لي كان نحيف وكان يقول لي كدب يعني هو جسمه ما صار خايز زي الحين إلا من قريب خويتك يلا مسافة استقعاد بس ما جزت لي سالفة بندر وأنت يا اخي انا ما خل ابرر خل ابرر يا عيال انت تتكلم عن مروحه هاي المروحه اللي بتشق أيوة. يا عيال مو بسطوره تراها انا قبل يوم كنت العب والله يمكن نلعب انا وعيال خالي ان نصفق جدا في المروحه انت شكلك من الهاي كلاس مراوحكم خشب مراوح وحنجر والله حديد صوص 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 لا تبرر حديد انا صوتك على حتى انا على فواز وانت انا على بندر طيب اختاروا لازم تصوتوا جواب نهائي ايوه جواب نهائي خطا بندر الكذاب قايل لك وش السواطين اصبر خلنا ابرر اول شيء مو خشب ثاني شيء السالفه تقريبا صدق بس غيرت فيها شويه يعني الحديد حديد القديمه حديد ايوه الحديده وش اللي غيرت وغيرت اول شيء انه كذا يشيلني هو كان برجول وما ادري كيف يرفعنا وما اغمى عليه ولا شيء انجرحت مروحه ايوه مروحه شيء ترى المدرس انا اللي سواه بهذه هو نفس اللي شال شعره من هنا هو نفس اللي سوالي فلكه ايش في امه ذا خل هذا خل هذه كلها ابتدائي قبل خل هذه كلها خل هذا كله على جنب يوم خلصت ثانوي والله يوم خلصت ثانوي رحت للمدرسه سلمت عليه وحبيت راسه يا رجال والله ما لا ما اقدر هو مشاني كذا خلاني سيده اي والله انت كيف تدون صدق كذاب والله العظيم قبل 3 سنين نحيف فواز 3 سنين كان كنت مسويها شو عملية؟ إيه سويت دهون هنا في دهون كم النتيجة الآن؟ 4-1 4-2 4-2 لا 4-2 عندك انت 4-2 والله باقي واحدة يعني فطر من الحين خلاص سيكولوجية بس. يا أخي ورد هذا وقاعد يجي يلا يلا اكتب 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 سيكولوجية بما أنكم تمجعنا ذكريات الطفولة حلو حلو تذكرت موقف في معلم يدرسنا إملاء وخطه خايس يعني يكتب كذا ويدرسنا إملاء مايل استلم لا لازم دفتر يعطيك كلمات وتكتبها انا ما جبت الدفتر وفوقا على ذلك كنت منزل راسي ونايم شفت دفتر التحضير دفتر التحضير شاله تربج على راسي هنا عشان كسر فيه فراغ رجع الشعر جوا طيب من قوه الضربه طحت واغمى علي شالني وداني لدوره المياه غسل وجهي صحيت رجعت الفصل ممتاز اعطاني حلاوه وانا الظهر ادرس رابع او خامس باقي في ابتدائي اصفك بوش هو دفتر التحضير كتاب التحضير عرفت اللي جي كبير ايوه ضربني هنا وانا باقي صغير عد ذاك اليوم على خير اليوم رحت البيت شاف ابويا توريمه الراس ورم راسي ايوه جاء ابويا
اليوم الثاني بالبدله العسكريه، ابويا كان عسكري. حلو. وتله معه اوف، واخذها على التحقيق في القسم. اوف هذه السالفه. طيب ايش صار؟ نبغى نعرف ايش. ايوه كمل كلمه هذه. شوف الحلقه الجايه. يلا اسلم هذا. السالفه عندي اتمرن مع الجحش بربيعه الله يهدي قلبه ان شاء الله، كان عندي تمرين ديد ليفت اللي هو تحط الاوزان وتشيلها نفسك. هو نظام اللي اخلص اخلص يلا يلا، عرفت؟ ففي هنا كان تو بليت وتو بليت حق دي، كان يشيل ذيك، انا يا دوبك اشيل وحده ثقيله، الرجال شال ثنتين قال انا بطلع الوحده، اول ما تل الثنتين الوزن صار كله على اتجاهتي، فقال فوف دف طاحت على اصبعي. اوك الجلطه مو هنا، الجلطه اني ها مؤثرات صوتيه اللي قلت. طيب مو مشكله. فيم طاح طاح على اصبعي جلطه مو هنا. انا اقول عرفت قاعد يألم والله، عرفت شوي الرجال قال نظرني قال ما فيك العافيه قم يمشي للوزن كذا بكل برود ولا قال اي شيء. صدق رحت كم تمرين مشاعر قال رحت كم تمرين لليشن. طيب وانا صغير صف ثاني اولى ابتدائي كان عندنا ماده اسمها ماده الخط. طيب وانا صغير يعني بزر وما كان فيه تبرير للحركه اللي سويتها، كان فيه شفت الكتاب اللي يجيك كتاب مدبس اللي يجيك كذا ورقته ومدبس بكذا في صفحتين. ايه عرفت عرفت طايحه في الارض. انا ما ادري وش ذي، كان معي قلم رصاص واقعد على ركبي في الوسط واقول بشخ شخ 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 وش لونتها بالقلم قلم رصاص لونتها لونتها عميتها ما عاد بانت. جاء واحد من الطلاب استوى حقتي ومدري وش عبد الله شخمط عليها قال لي جيت. يا ويلك وش معه؟ مع خشبه كذا مربعه وملزقها وش ملزقها مستطيله. قال افتح يدك هذه علم امك يمسك يدي يضرب ويضرب يضرب. كان يضرب ضرب يا اخوان ما يضرب ضرب ان انا اعاقب طالب لا يضرب ضرب انا ابي اشفي غليلي انا قاعد انا انبسط بالمنظر هذا. يضرب يضرب نقول اخر ضربه ضربها ضربها مو انكسرت من النص كذا انفكت من النص وطاحت من يده. انا ناظر انا ما صحت من قوه الضرب منصدم ايش قاعد يصير ما صحت ما صحت ما صحت يوم قال راح قاعد يوم قعدت ورا قمت اصيح حطيت على الباص مسك الباص قرص قرص انا تاثرت بسرعه كذا هاي حسبه سنيدي خلنا بعض. طيب اسمه عيال ما تعرف عزبه كذاب عزبه يعني مكان عزبه حق البر ما اعرف ايه ترتوني اسمعها والله حلوه. طيب عيال شوفوا الجولات كلها انا كتبت لكم قبل شوي انه ترى دربه بيخلون دربه حيكذب فالجولات كلها ما كذب ما خلوه يكذب فاتوقع واعطيك الدليل قال حصه الاملاء وخطنا ما ايوه مش دخل خط ماي في الضربه طيب عادي عادي سالفه يقول لك المدرس انه خطه ماي. طيب وش دخل الضربه في اللي خط الاملاء؟ هو قام يخبط لا هو في البدايه قال لك كان عندنا مدرس املاء خطه مايل وبعدين خش. طيب انت من تشوف يكذب؟ اقول لك انه كذاب للي اوفر عشان رجع يجي ذاكر الجلد بس ما ادري لا 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 زمان قبل اي قبل انا ما عادي قبل كنا يضربون ضربه قوي اي قبل للي شويه شكيت فيه ليش؟ لانه احسه هو صغير عاقل ما يسوي دب عاقل الظاهره والله لا والله صح صح ملقوف صادق والله اي برضه ودي احس سالفته عاديه يعني اي بربي عادي عادي يعطيه الحديده يفلق عادي هذا قلبي يقول انه كذاب انا اقول ضربه ضربه يعني قال املا خطه مايل بعدين خبصوا بعدين قال جاني وخبص دقيقه دقيقه يعني دقيقه لا لا انا اللي هذا كبري 30 يا عيال تجمع 30 ايش معناتها قبل يومنا صغار اروح لابوي ابوي ضربني يلا هلا يقصد عظامك جاء عشان انا اقول لك ايش الثغرات الثغره ايش اول شيء لو هو ضربه بدفتر التحضير هذا كامل يوري مو يعني يمكن تظبط الشيء الثاني بابا ولدي ايش سويت زراعه؟ الشيء الثاني احنا نعرف زمان اذا جاء الاب لبسه العسكري وكذا يجي ويخوفه شويه وكذا ويمشي أيوة. اما يشيله مع يشيله مستحيل فهي هنا هذه الثغره انا اقول ان دربحه يا مفرح كذاب دربحه هو يعني حد جابتكم دربحه اذا 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 جبناه صح ترى فزنا اي ان شاء الله يا طيب جابتكم دربحه دربحه غلط
مين؟ للي كذاب. صح. احلف احلف بالله احلف. يعطيكم العافية عيال، ما قصرتوا جميعا، ويعطيكم العافية على المشاهدة يا جماعة الخير. اسمعني، اذا عجبهم تدري ايش خسرنا؟ لان ما نعرف نكذب، احنا صادقين. الله فريق الصدق. طيب اسمع، 100,000 لايك وننزل جزء ثاني. جزء ثاني باذن الله. كم لايك؟ 100,000. انا خلاص افض عندي 100,000. اقسم بالله عندي سوالف يا عيال، تكفون 100,000 لايك تكفون قدامكم 24 ساعة. اشتركوا 48 ساعة، اشتركوا ولايك، لايك واشتركوا يا جماعة. اشتراكات الله الله. مع السلامة، يعطيكم العافية، شكرا لكم يا اخواني.